إلى الإله مصيري حقا إليه المصير. فقد يموت صغير ولا يموت كبير، فهم الحياة عقيم فهم الحياة عسير. صرحت طرفي إليها فعاد وهو حسير، وقال إن إلهي على الأمور قدير، فاعبده وارجع إليه تجده نعم النصير. عما قريب ستمضي وقد ركبت السرير، ويعكس الأمر طورا ويحدث التغيير، وتنزل القبر حتما وذاك يوم عسير. في القبر هم وغم ومنكر ونكير، والقبر إما جنان لنا وإما سعير. فاعمل لدنياك خيرا تمت رضي الضمير. أصلي وأسلم على أمير الأنبياء وصفوة الخلق في خلقه، القائل لسيدنا الحسين بن علي: يا حسين، من هو أفضل جهة من النسب؟ فقال: يا رسول الله، أنا أفضل جهة من النسب، فيكفيني فخرا أن جدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكفيني فخرا أن أمي السيدة فاطمة الزهراء التي لم يقع عليها دم الحيض في يوم من الأيام، ويكفيني فخرا أن أبي الإمام علي بن أبي طالب. فقال له: يا حسين، إن كان هذا هو نسبك فاسمع معي ما هو نسبي. فأنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرح ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مدر ابن نزار ابن معر ابن عدنان ابن اسماعيل ابن إبراهيم ابن تارح، عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحيث أرى خلفي صعد منصة القراءة، ذلكم العلم القرآني الإذاعي والهرم الثاني للمدرسة الشحاتية، وقارئ جمهورية مصر العربية، وقارئ العالم الأول فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، يتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب
أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من وأن أتلو القرآن إنما إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها
القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
أفلا ينظرون إلى الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم يا
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام 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 هي حتى مطلع الفجر صدق الله.